بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا مرحبا بكم، كالعادة نلتقي معكم في هالموعد الرمضاني الجديد اللي تغيرنا فيه طبعا في التوقيت، ولينا كل يوم الثلاثة هكا ولا شيف؟ مرحبا شيف من العادي، بدلت الخطة اليوم. مرحبا، هاكا قلت خليني معك. مزلت سيارة. اسمع، نهار ثاني في رمضان اليوم، ونورمالمون مازلنا فور. ما فيش لي ما استنسناش. شو نحنا نطلعوا في الأخير ومن بعد نرخوا في الأخير. هكا بالله. أما نتلاقي غدوة نبداو. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله تكونوا بخير، وإن شاء الله تكونوا بصحة. اللهم أعنا على الصيام والقيام والطاعات يا ربي، لأنه شهر طاعات وفرصة للبدن يرتاح والمخ يرتاح ويتهذب طبعا بالصيام. ونحن سعداء جدا أن نلتقي بكم في مختلف فقراتنا المتنوعة إن شاء الله. شكرا على تفاعلكم الجميل على حلقة أمس، يلزمني نقف عليها ونحكي عليها، اللي هي صحة شريبتكم، اللي هي موعد استثنائي جدا على قناة الزيتونة. حبينا فكرة هكا جات على الطاير أن تلمينا مجموعة من منشطي هذه القناة اللي نأثوا لكم إن شاء الله برامج وبعض برامج، وخاصة سهرات رمضانية بالنسبة لشهر رمضان على قناة الزيتونة. تفاعلات كبيرة جدا، وخاصة فيما قلته، هذا رأيي ديما اللي نقوله ونقول ونكرر ديما، أني نتعامل معكم بكل تلقائية وبكل محبة، وذاك علاش المحبة نحسها صادقة. الحمد لله يا ربي، ربي إن شاء الله يولف ويدوم هالعشرة بيناتنا. شكرا على محبتكم وشكرا على اختياركم لنا. ما نطولش اليوم معكم كالعادة عفيفة بوكيل جبيدة طبعا، وشيف من العادي طبعا، ومعنا شيف أخرى نرحبوا بها لأنه دارنا سنة دار كبيرة، دار تلم الناس الكل. ما رمضان معروف الدار الكبيرة، يجيو هالناس الكل وتكون مضيافة وكريمة وهكا ولا. البارح معنا سيرين إن شاء الله تترجع لنا، واليوم معنا شيف هند. مرحبا. يعيشك وبيك. هند مغرومة بالكوجينة برشا. أنا مغرومة برشا بالكوجينة. محبة كبيرة وغرا. أي ملي صغيرة مغرومة بالكوجينة، الكوجينة الكل ملح وحلو، أما أنا جا معناتها عندي ميل خاص للحلويات، وخاصة الكوجينة الزمنية التونسية. يعطيك الصحة. اللي هي سناء معناها اختيارنا مع الشيف منال العايدي، إن شاء الله باش ناكلوا التونسي القديم ونرجعوا، هذا أكدت عليه. كيفاش منال؟ حكيت برشا أنا راه. هيا اتفق به. انا كالعاده ديما نقول نحب نعمل التونسي وكله، مش الماكله اللي باش نعملها، معناها انتوما في جاركم اكاهاو، انا نعاونكم باش تزيدوا تزينوا الطاوله. بالضبط. فهمت؟ معناها ساعات نعمل شويه حاجه. مساج البارح. اي. السلاطه مزيان برشا. قالوا لي برشا البارح، جوني في فيسبوك برشا عبيد على لي غوسيت والكل. وحلو يشره. يشره هذه هي شره. يشره يشره. كلمتنا اي تونسيه. واليوم باش نعمل حاجه سبيسيال للصغار. اي. خاطر تو في بالنا صغار يعديوا في الامتحانات، والام تبدا مثلا امبارح تبدا تعبه وكل، باش نعمل حاجه تقعد يهزوها غوتي ولا فطور. دونك فيسع فيسع حتى في التابر وير تنجم تهز. في نوع من الانواع. في نوع من الانواع. زلقه زلقه. رمضان زين وينك يا سيد رانا تعبين. دونك ماذا بيا ياكلوا في الدار، خاطر توا جينا غلمه وكل شيء مسكر، ويهزوا حاجه زاده نظيفه والدنيا سخنت، شيء مرق في الشارع وكل. دونك الصغيرات لا، وحاجه اخرى زاده بربي منال، توا اليوم النهار الثاني، اما احنا باش نخصوا لها وكل عام انا نحكي عليها في البرامج اللي نقدمهم الرمضانيه، ما ننساوش صغيراتنا، خاطر ما نصيموا نحن نطفيوها بالحق راهو ننساوهم شويه، معناها وهو الصغير كان سورتو لقى حاجات اخرى، معناها حليب ولا يغرت ولا حاجه ينسى، وخاصه الحلويات. دونك ينسى روحه ديما نتفكروا. هاو كنتوما اخدموا وانا تو نتفكر اولادكم. حاضر اليوم واش عملت لنا؟ واش حضرت لنا اليوم؟ باش نعمل دويده جاريه، معناها شربه، اما دويده خفيفه، خاطرها نهار الثاني مازلنا نحبوا حاجه خفيفه. مازلنا بالدجاج. اي. وباش نعمل سلاد نسواس. دجاج ذر الدجاج هي النظيفة وكا ما فماش الريحة نتاع الدجاج. مخصوص مور مريق، لأن أكثر حاجة فرحانة بها هو الدجاج اللي مرتحني في البريباراسيون. دجاج مليحة. مليحة. وعندنا زيت زين كالعادة باش طايب بيه. وباش نعمل سلاد نسواس اللي فيها هي زادة برشا خضرة وفيها العظم وفيها التن، معناها مشخشخة ومتنوعة. وحاجة الأخرى. والحاجة الأخرى اللي هي لوليداتي المزيانين اللي ما نسيتهاش، اللي هي كيك مالح بجنبان وجبن.
يحبوا الجمبون برشا صغار برشا معناها حتى حتى يتاكل بارد من غدوه نجم تهزو بوتي يتعمل حتى في ولا في حتى في السهريه هكا الصغار اي نجم باش نعاودوا نتسحروا كي نحبوا مالح نعاودوا نهزوا وسلايطه تقعد ماشي مفوحه نحطوا لهم النجم في صندوق صغير ويهزوا يعديوا بالكيك برافو شيف تو تعرف سويعه من زمان تو كل شيء يحضر قدره ربي مع الشيف منال مش حتقدر تغمض عيني هكا يلا مدام هند اليوم اش حضرت انا الوغ رمضان معروف حاجة هايله وانا نحبها برشا وعمري ما جربتها اللي هي اللي هي اللي باش تعملها تو الوغ رمضان نعرفوا عندنا سهريه لازمنا حاجه حلوه كل يوم في رمضان انا رمضان شقان الفطر شقان الفطر نبدا نستنى في السهريه على حلو معناتها لازم منه وزاد نزوروا اقاربنا رمضان شهر سيله رحم وتواصل اكسيتيرا كي نمشيو ماذا بينا نهزوا حاجه تكون بريزونتابل وبنينه وبنينه وفي المنظر ومزيانه هند تو هذو مش غاليين شويه والله لا ما همش غاليين خاطر ما همش كونتيتي كبيره ماهيش كونتيتي كبيره انا باش نتكلم انا بحكم نحن في دوميننا هذا وناخذوا سلعه اون كونتيتي كبيره باش نخدموا الحقيقه الفيكيا النار شعلت برشا بون كي باش نعملوا للدار حويجه ظريفه مانيش باش نحس اما يظهر لي كيما قالت هند معناها شويه باش ناخذوا كيلو احنا انت 100 جرام نجموا نحيوا الفستق نخليوا لوزو بفريوه بركه لوزو بفريوه ونزينوا بالفستق نحن ديما ما ونحبوا العباد تاكل وتتفرهد وكل اقل مصروف سورتو عائله وتوا صغار ويتود وباك الدنيا اليوم شوف هند باش تورينا الحاجه هي هكيكه معناها على نحن ومن بعد نقصوا على اصولها معناها ونبدلوا كيما نحبوا دونك اللي هي الجاتو نتاع خبزة فيكيا خبزة فيكيا اما البارتيكولاريتي نتاعها اللي هي تنجم تمشي خاطر توا ولينا نسمعوا ياسر على ليزاليرجي ليزاليرجي او غلوتين ناس عندهم دي زانتوليرونس او غلوتين مثلا ما ياكلوش الفرينه تعمل لهم حساسيه فالناس اللي عندهم حساسيه على الفرينه تمشي معاهم ياسر الخبزه هذيا على خاطر صحيه نعرفوا صحيه وما فيهاش فرينه الفرينه اللي هي تعمل حساسيه لبعض الناس ما فيهاش بالكل ما فيهاش فرينه بالكل على هذيك حبيت ان يظهر لي سهله زاده ماهيش ما فيهاش برشا مكونات وتحضيرها سهل تتخلط دونك عندنا ست عظمات السكر انا معروف عليا اني بما اني نحب ديما الحاجات الصحيه دونك نقص السكر هي الوصفه الاصليه تتشحر خبزه الفيكيا تتشحر اما انا نعملها بلاش شحور معناتها ما نشحرهاش دونك نكتفي بالسكر اللي عندي باش نحطه في الوسط تجي بنينه دونك عندنا 300 غرام سكر على قد الفيكيا على قد السكر نجمو نقصوا 250 غرام نجمو نقصوا حتى 200 غرام ما يقلقش اما انا اللي ركزت عليه خاطر فما برشا ناس كي باش يراوني توا نخدمها يقول لك خبزه الفيكيا تتشحر هي صحيح الاصلانيه تتشحر اما لا يعطيك الصحه خليها هكا فيه لكن انا كي قبل كنت نعملها مشحره نحس مطعم السكر يغلب على الفيكيا واحنا نحبوا نطعموا الفيكيا دونك ماذا بينا في عوايدنا نقصوا السكر ماذا بينا نقصوا السكر خاطر تعرفوا اللي هو السم الابيض واضح به قديش لو خلال وعندنا 100 غرام 300 غرام فيكيا احنا اون فادير من كل نوع تحبوا انتم تعملوا نوع واحد تجيكم خبزة بوفريوة 300 غرام بوفريوة تحبوا تعملوها لوصاف 300 غرام لوصاف تحبوا تنوعوا انا خذيت اليوم 100 غرام فستق مرحي 100 غرام لوز و100 غرام بوفريوة ونحيت منهم شوية للزينة وعندنا 100 غرام زبدة وباكو خميرة سمارت شيف خميرة سمارت شيف وباكو سكر فاني سمارت شيف ديما في الدق شايف انا سورتو اسمعني حطينا بالفطره ساعات بدا نزرب في سير الايام باكو سمار شيف نقد كعبة كيك هاني قديت لكم هي ديما مش بالفيت هذيك راه هذيك رحمه اي صحيت الحق كلنا روحي كلنا دونك خليكم تبداو وحتى عندنا منو هاي لليوم اليوم حلقه سبيسيال حلقه سبيسيال سميناها حلقه فاميليا العائله علاش العائله اليوم عملنا فكره خارجه شويه على المالوف اللي العاده
عودناكم به، فقراتنا الكل باش يكونوا حاضرين معانا سيرين وماهي، باش تتعرفوا عليهم ان شاء الله كل جمعه بقدرة ربي باش يكونوا حاضرين معانا، باش نخصوها على العائله، على الصغار، على التربيه نتاع الصغار، على نفسيه الصغار، كيفاش نربيو صغارنا، كيفاش نتعاملوا معاهم، الافكار هذه كلها باش نصيغوها في حلقه واحده. وعندكم طبعا رقم الهاتف على ذمتكم 54 644 011، هكا صحيحه هنا خاطرني مش عارفه، ممكن صحيحه رقم الهاتف تو تشوفوه تو، اذا كنت تحبوا تتفاعلوا معنا او تسالوا واحده من الضيفات اللي باش تكون حاضره معنا اليوم. الحلقه سبيسيال شويه نساء، معناها تقريبا اغلبها، معناها باش نكونوا مش اغلبها كلها اليوم الضيوف نساء. وخليني نبدا مع ضيفتنا الاولى اللي هي بنت الدار في الحقيقه، معناها مدام منيا غزيل، رحب بك بموج طبيعي معانا كالعاده في رمضان. مرحبا لله. سلامه، مرحبا بكم الناس الكل. يعني كنا بدينا الاسبوع الفارط تحدثنا، بدينا على مهدو معناها لرمضان، حكينا حاجات على رمضان، واليوم ان شاء الله باش نكملوا اللي نجم معناها لي برودوي نتاعكم ان شاء الله يكونوا حاضرين في رمضان. عسلامة الناس كل ساعة، إن شاء الله رمضان هم مبروك الناس. لاباس عالم البارح لليوم؟ لا الحمد لله يا رب. الحمد لله. لا صفا صفا لاباس. معناها العادات نتاعك في الدار وفي الخدمة ما تبدلوش برشا؟ ما تبدل حتى شيء، كان الوقت من 9 للأربعة أكا هوا، معناها هكا يروح واحد بكري شوية ويرتاح، ولا أنا نطيف الصباح. دك نكي نروح ثم تروشي كاكا يقولوا لي اعمل كيما مدام منيا. والله العظيم والله راحه ما عندكش فكره. دونك النساء توا اون جينيرال كي يدخلوا من الخدمه ولا تلقى قاعده ولا ماهيش تخدم، تغزر للمرايه، تغزر لها وجهها شاحب، ثم اكل الدكنه، ما ثماش اكلة، حتى امورها النفسانيه تتعمل، معناها انت ما نعرفش انا تنجم تعمل ان جوماج لوجهها، تحييها، تعمل لها نظاره، ما تخليهاش معناها هكا داخله. الكوجينة راهو عندها الفقوس، عندها الطماطم، عندها توا البطيخ، اي حاجه في الكوجينة خضره. انا صدقني راجلي والبنات كل مره راوني له المشمش، الخوخ، اي حاجه تدهن بها وجهها. بون بيان سور ثم عباد عندهم ديزاليرجي، ما يعملوش الفريز، ما يعملوش هكا الحاجات، مش الناس الكل. اما راهو باقي هذاك حتى كان ما عندهاش وقت باش تجي ولا تشري، تنجم تعمل راهو ماسك هكاك سامبل نتاع تحطه على وجهك يحييها، يحييها خاصة ما يخليهاش هكا فاشلة، سورتو تعمل وتغسل بشوية ما بارد، وقتها تبدا ان فور باش تدخل للكوجينة. دونك هذه حاجة ينجموا يعملوها فاسيلمون. دونك احنا المرة اللي فاتت قلنا اللي كنا معناها فيو كنا في المعرض نتاع الكوزمتيك في دبي، المرة اللي فاتت انا قلت لك المرة الجاية نحكيو على حاجات اللي احنا ضفنا البات دوغ، هذه البات نتاع الذهب اللي هي بعيد ظاهر على فكره، هاي كبات حق جربت. احنا عندنا البودغ دوغ، اما هذه راي البات دوغ اللي زدناها للمنتوجات تاعنا الكل، اللي هي تصغر لابو على الاخر وتنحي اكل الشيخوخه، ونقولوا احنا تنجم تتعمل راهو حتى علي دين في المنتوج نتاعنا، المرهم اللي هو معمول في نتاع لي دين فيه باش تخليش هكا تجاعيد وتقعد لي دين مطلوقه، سيرتو توا بعد الطيب وتعمل تقعد يديها معناها ومع ديزيتغاتاسيون نتاع الماء ونقص الماء فوالا، وحط لا حتى الغسلين راه ما يكثر الماعون ويكثر الماء ويكثر الكل، معناها لي دين تشحب وتكمش وتعمل. دونك الكريمه هذه اللي خرق للعاده معناها، وراها وعاملين بروموسيون على الاخر، معناها 100 غرام ب 30 دينار اللي هي تشدها ما تشدها، وفيها البات دوغ، معناها تصور في بالك عملت لهم بروموسيون في شهر رمضان، ما عندكش فكره عفيفه. بي ثم برشا زاد اللي كي مونك ينقص بدن تلقاها فاشله، وحنا نقولوا فشلت، راه ثم المورنجا ينجموا ياخذوها مع السحور، المورنجا ينجموا يعملوا جوجل مورنجا وشوفوا المورنجا اش تعمل، المورنجا غنيه بالفيتامين. غلاتيفمون في العالم الكل تقريبا يتحدثوا عليه من اسيا لاوروبا. اكزاكتومون. هذه دونك المورينجا تقوي المناعه، تقوي لومينيتي وتخليك ناشط، فيها بوكو دو فيتامين. ياخذوها حتى في كاس ماء سخون ومغرفه نتاع قهوه ويشربوها، معناها كيما اوتيزان، معناها تخليهم انفورم على الاخر
تقوي البدن وما تخليكش انت منهمكه وبرشا راهو احنا راهو في روايحنا برك الله علينا بالمجدره وعفيفه نخدموا ندوروا ونقعدوا لاخر وقت راهو ثم عباد ما يتحركوش ندوخ انا تبدا ملوحه تقول لك ساي ماهيش بيه ساي صايمه قومي يقول لها شنو صايمه ذي من من ما نفهمش انا ما همش ننسى الكل اكتيف ما همش ننسى الكل كيف كيف وانا نستنى فيك باش تعطينا انسى الاكتيف جوستومون اللي تتعب خدمه ودار وشارع وكل ما فريمون ما يجي المغرب قولها تقول لك شو ما نقول لك هاني والله بالحق يسالوني شو باش تعمل دبار قول لهم انا عندي زوز دباي اللي هي صحيت انت كنت تشوف الدبر هذه دونك اللي يقفوا ثم نتاع الفغيس اللي تنحي الوجيعه وتنحي التنميل وتنحيك السخانه من تحت الساقين ثم نتاع تبدا كريمك مدقدقه والا كتافك والا ايديك ولا ثم نتاع لوتخوش اللي انت تشوف النجاح اللي فيها على الاخر احنا عملنا زاده لي زيكرون تنجم بعد الدوش وتعملوا راهو هو يضغط معناها اللي يضغط لابو يغذيها ويعمل لها شد ويعمل لها نظاره حلوه برشا للوجه معناها يعمل توازونا معناها المنتوج الكل وينجموا يستعملوه نعم عفيفه اللي هي شنو اللي قلت الليكرون اللي ثم بالافوكا معناها عملناه اللي هو يعمل توا ثلاثة حاجات مش واقي شمسي بركة يعمل ثلاثة حاجات ويتعمل مرة بركة في النهار يا في الصباح ولا توا في الليل ينجموا يستعملوه وتعمل شوية هكا والله حتى مكياج ما تستحقلوش شوية غوج وتقعد على الطاولة تريق الأمور والأمور كلها سانك سانك دوك المنتوج الكل في العبيد موجود كيما لي ساخن كيما لي تاش كيما لي زيكرون كيما الهالات السوداء توا الشيب اللي زاد ضارب برشا برشا فهمت العباد تخلص من الشعر الابيض يرتاحوا منه كومبليتمون هذا كله معناها موجود البلان احنا قلنا اللي نجموا ناخذوها مره برك نرجع لك سامحني على المقاطعه خاطر عندنا التليفون يستنى وين من استغربت خاطر لوريت تاعي ما تمشيش يا سيد باهي ناخذ التليفون الو الو عسلامه عسلامه لله يسلمك يا لله يسلمك مدام عفيفه ان شاء الله رمضانكم مبروك الناس الكل يعيشك رمضانك مبروك ان شاء الله تصوموا بالصحه والخير ان شاء الله والبركه يعيشك يعيشك ميرسي بوكو انا راني نحبكم برشا وجو سوي تري فيل ليكم ونحبكم ديما نتفرج فيكم عيشك يا غالي يا ربي يفضلك وربي يبارك لك وان شاء الله ديما تلقى معنا الحاجه اللي انت تحبها ميرسي بيان عايشك لالا قل لي احكي لي ساعه عرفنا بروحك ما عرفتش بون انا رانيا من صفاقس ديما نتفرج فيكم رانيا يا مرحبا يا رانيا عاشت لاسامي من صفاقس تحيه تحيه لاهالينا الكل في صفاقس ايوه اي بنت بلادك عاد شايف منال مرحبا بيك يا لالا رانيا قل بيك قل لي رانيا شنو تجربتك مع بيموغ تبيعي ومدام منيا غزين بون مدام منيا زيدا والله جيتي اغي ميرسي بيان مدام منيا راهي ما شاء الله ما شاء الله عليك الصباعات اللي عندها ما شاء الله عليها والله وانا راني مشيت لها للمعرض فرحانه كي شفتها محليها يا عايشك يا رانيا ميرسي سمعتها حتى مدام راجي ومدام اللي يخدموا معها دي الاسيستانت نتاعها ومدام هيله محليها وشيء كبير منتوجه زيدا ما شاء الله شيء بون انا عندي ديتاش في وجهي هما تري تري غراف والله يا مدام عفيفه الحقيقه سانسيغمون هما راهم لو كنت معناتها كحله وغامقه برشا معناتها كيما كنا بيل احنا هون نقولوا لهم دسه الحقيقه وما تشجعتش باش نجرب اي منتوج اخر الحقيقه ديما كلي خايفه نقول تو من بعد تزيد تتعقد ولا تو شنو معناتها باقي هكاك معناتها عندها ديجا عامين في وجهي وما نجمت نعمل لها حد شيء وعندي زاده كلكي تاش معناتها ابار هذاك معناتها عندي زاده لي بوان نواغ وبرشا زاده ومتقلقة على الاخر لان يعني كي ديما انا نتفرج فيكم في برنامج نهارنا هكا ديما نشوف في مدام منيا غزية نتبعها بالكدا وين تقول راني باش نجي للمعرض هوني في الساقس انا ديريكت نخطف روحي نمشي لها وحكيت على المنتوج كريم اونتي تاش يا ربي مالك الحمد والله يا ربي مالك الحمد مالك غير كريم اونتي تاش نتاعي البوتي والله تو ما كملت تو في النص نتاعها
الحمد لله. وانا توا راني نستعمل فيه مالغير توا ما كملت، واللي تاش تنحاو من وجهي وهيك الدسه تنحت من وجهي، هاي سي معناتها سي فريمون حاجه اكسترا اكسترا اوردينير. صحابي الكل ميزامي والله يسالوا يقولوا له ما شاء الله فريمون قسما بالله ما شاء الله وجهي دوا يعني بالكدا تنحوا هيك اللي تاش من وجهي ما شاء الله. انت خديت قام كامله رانيا؟ اي انا خذيت كريم انتي تاش نستعملها كل ليله هذيك. اي معناها خذيت سامحني خذيت الصابونه، خذيت الصابونه وخذيت الجرنادين وخذيت الطفل اللي هو بالفحم. خذيت كريم انتي تاش وخذيت معاها القماش. فوالا القماش هذيك الطفل هذيك اللي ريحته بنينه برشا. اي وخذيت الليكرام معاها اللي تستعمله في النهار. الحقيقه هيك الكروم ما خلطتش عليه ما بقاش عندك نهارتها معناتها ما بقاش. وفي وقتها سيف انت خلطت مشيت في اخر النهار بي بيسكو انت فرحانه بالمنتوج نتاعنا يا رانيا. دونك تطلب على ال 29 031 032 ونعطيوك الكادو نتاعك اللي هو اكرون توا نبعثوه لك يقولوا لك البنات مع شكون في الصفاقس، والا احنا جايين راهو نهار لو 30 مي في يقدم لنا في نهر الفنون كيلومتر 4 كما تحب. دونك انت بعد اطلب على 29 031 032. قول لهم ربحت ليكرون كيفاش نجم ناخذه داكوردو، وصحة وفرحة والحمد لله اللي أنت فرحانة والحمد لله يا ربي إن شاء الله من حسن لأحسن شركة بموج الطبيعي إن شاء الله. والله الحمد لله يا ربي فرحانة وتلقائية برشا. رانيا صحة لأختي. يعيشك عزيزتي مدام. تفضل. بربي انا راني الحقيقه خذيت زاده كلام انتي باريس ومساعدتني على الاخر. انا كنت تصورتها تو تسالني معناتها تحب قلت نقول لها كلام انتي باريس نستعمل فيها البدله شيء كبير. اي رتحت لك ساقيك على الاخر مرتاحه بها على الاخر وليت المون مستنسه بها وبريحتها. اي بي اي معناها تحب على وحده انتي باريس. انا كنت باش نقول لك خلنا يا راني مش نسمع سمعتكش. اي بالحق خاطر الصوت قالت لك اين كنت باش نقولها اعطيني كريم انتي فاريس. لا نعطيها كريم انتي فاريس شركه بيموك تهدي لك كريم انتي فاريس وتهدي لك ليكرون على خاطر انا مع لي تاش برون اللي تستعمل ما نحبش يستعملوا لي برودوي شيميك نحبهم يكملوا بالبرودوي ناتوريل. دونك ما يجيش تستعمل لي برودوي ناتوريل وتستعمل لي برودوي شيميك. احنا انا كونتر هذا ذاك علاش عاملين جام كامله وعملنا فيها اون تري بون بروموسيون. دونك رانيا عندك دو كادو قدرة ربي يوصلوا لك. هيا صحة يا رانيا. يعيشك يعطيك الصحة. يعيشك إن شاء الله رمضانك مبروك. هيا شهية طيبة يا ميمة. عايشك. به برشا تجينا صارت برشا إشكالية الجمعة هذيا جوستومون والموضوع تحل هكا شوية اللي تجي تعمل باغ إكزومبل تخدم تاع التاش وتستعمل لي إكران شيميك. تجي كلها بيضة معناها تستعمل ليكرون تجي وكلها راهو ما يجيش تقول لي انا شريته غالي وانا ندرج. كلها هذيك امورك انت كان تحب تستعمل برودوي شيميك انا راني ما عادش نعطيك برودوي خاطر انا نحب كي نعطيك ان برودوي انا جو برون ما ريسبونسابيليتي كي ثم حاجه انا نتكلف بها وانا اللي ريسبونسابل على اللي باش يصير. كي انت تستعمل لي دخل لي معاها برودوي شيميك انا راني ما نجمش ما نكملش معاك فهمت. دونك انا عملنا الجام كامله ومعاها الواقي شمسي مش تكون الجام كامله متكامله وتكون الحريفه معناها اوقع عندها كل شيء ناتوريل لا بروف هو هي رانيا 1000% خاطر حتى اللي ما عندها بتقول لك مانيش باش نشري ولا ما تعمل حتى شيء ميلة خلي وجهك هكاك نورمال من غير اكران معناها مش بشرط هي احنا باش نعملوا اكران راه فهمت. اما احنا عندنا ساسباس دون لا تيت وما عملش اكران مش نوصل مش نولي مش نكحه معناها انا وليت برق الليل ونقول وحتى الوصفين هما محليهم الساعه كلهم يهبلوا. ناخذوا تليفون اخر استنى فينا. الو 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 عسلامة. عسلامة مرحبا. يعيشك. شكون معانا؟ ضحى من سوسة. ضحى من سوسة مرحبا ضحى. عايش. تفضل ضحى لو كنت تحكي لنا تجربتك مع بيموج طبيعي. اللي شريت أربع حاجات من من عند مدام جبتها لتونس مع الشرقية في أفريل. أي خذيت تاع تاع الملاعة اللي اصلا جيت على خاطره هو اللي باش ناخذه من عندها وخذيت البودر دو ديامون. شنو؟
بودغ دو الحريقه والماسك تاع الشعر هذا ما لازم تزيد الحريقه والماسك وانا غريت بودغ دو ديامون وتاع المناعه اللي قالت لي من شهر العام اي يعني مش الصراحه وثقت فيها بالرغم من زدت ما جربتوش من صملتها ما نعرف حتى شيء ما عندي فكره حتى شيء تنظم وانا واحد فرحانه من الجمعه الاولى تاع البودغ دو ديامون عطاو ان في اكسيلون الحمد لله اكسيلون صدقني بعد الجمعه عباره منقيله غلطه صححت الوقت اللي وجهي اللي تخيل في وجهي وحتى من وجهي كي نقوم الصباح نقوم حاجتك حزينه فما التعاس نحس مش عمري فما الحمد لله معناها تنحاولك التجاعيد الكل يعني ما نحكي لك اكسيلون 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 بصراحه يزويها ان شاء الله ويفرحها كيما فرحت لي قلبي فرحت فرحت برشا ولكن تشجعت باش قعدت كل شهر تو ناخذ معاه بتاع المناعه ان شاء الله وزاد حتى بتاع المناعه فما ايفي كبير برشا 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 انت بتاع المناعه علاش باش تاخذه انت؟ نعم تاع المعنى علاش باش تاخذوا؟ البهاق. داكوردو انت عندك البهاق وقاعد معناها استعملت عندك شهر؟ لا غير شهر ثاني تو بعثت لي الشهر هذا من مع الترونسبورتور اللي في سوسه. خذيت الثانيه تو. هي المده قصيره برشا احنا قلنا لكم من شهر للعامين فماشي تحسن شويه. فما تحسن تو في وجهي مش شويه برشا. الحمد لله. والله نفرح انا كي نسمع هكا سورتو على البوهيق معناها في شهرين اللي برشا عباد يقولوا البوهيق راهو هو عافانا وعافيكم الله هو البرص دونك الحمد لله اللي في شهرين ولينا نلقاو في نتيجه في راهو الماتيغ اللي زدتها وضفتها في المنتوج يا عفيفه وصدقني لازدت في السوم السوم عنده 10 سنين فرد سوم معناها ان انا نعمل فيها على رحمه الوالدين وماذا بيا اللي مرضى بالبهيق كبار ولا صغار كما قلت المره اللي فاتت ماذا بيا عصا سحريه وكما سمنتا نعمل لهم هكا يطلع ربي 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 مشاكل والحمد لله اللي لاباس دونك بعد نجم تطلبنا رانيا بون اباغ هذاك معناها اللي تستحق حاجه شنو تستحق لشعرك اي حاجه الوجهك بون احنا انا باش نقول لك باش نهديو لك الحلزون اللي توا فيه البادور اللي فيه الكولاجين اللي فيه البودر وفيه حاجه المره الجايه باش نحكيو عليها اللي ضفتها للمنتوج المره الجايه توا نحكيو عليها بالكدا فيه حاجتكم يقولوا حليب البهيمه مي سيلولي دانيس اللي هو منتوج في وسطه من اقوى ثم لي غروند مارك معناها اللي موجودين اللي فيهم لي دانيس اللي هو حليب البيمة اغلى منتوج نتاع تجاعيد في العالم احنا ضفناه للمنتوجات نتاعنا. ملا صحة الكادو. صحة وفرحة يا رانيا. يا ضحى 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 رانيا من صفاقس. ولا انت قاعدة تفكر صحة ليك يا بنتي وهو ان شاء الله اطلب زادة كيف كيف على 29031032 قل لها ربحت الحلزون توا نوصلوا لك مع ترونسبورتور لسوسة صحة وفرحة ليك وحمد لله اللي انت عندك نتيجة ديجا في شهرين على البوهيق حمد لله يا ربي. ضحى تسمع فينا؟ باهي والله يا عفيفه انا نحب بركه حاجه بركه نحب نقولها امان للرجال اللي ينساهم مرضى بالبهيق امان نقول لهم يسيسوهم وراهي هذه حاجه تربي وللعبات زاد كيف كيف وللوزات وللحماوات وللخالات وللاخوات الكل امان راهو نفسيته راهو تبدا تعبه ما تزيدوش عليهم واللي يقولوا ما نقولوش انا غيف كوزوتر راهو سا بو اريفي ا تو مون في كل وقت امان سورتو انا جاتني حاله الجمعه اللي فاتت نتاع امراه راجلها باش يطلقها خاطر طلع لها البهيق امان رجاء رجاء راهو والله يتنحى هاكم تسمعوا في الواحد معناها هي ماهيش مربوطه فكتاش راهو شيء يحزن وشيء مؤسف رجاء اذا كان شنو نجم نقول يعطيك الصحه يقولوا لي الوقت وفي انا ما عنديش لوريات اي والله اما بالحق من يوم بالحق والله يسامحونا على اللي زدنا شويه على خاطر بالمجد راهي حاله مزريه على الاخر والمراه كاتبه شبواب وباش تعمل حسي له برشا حاجات ما همش باهين ان شاء الله ربي يكون في العون ان شاء الله ربي يكون ويا ربي يشفي الناس الكل ويا ربي لا تمرض مؤمن يا ربي
وان شاء الله يكملوا رمضانهم سلامات لعباد، وان شاء الله يا ربي يتعدى علينا بالخير. وشكرا للناس الكل، جست نذكرهم بالتليفون اللي 98 200 023 ولا 22 341 341 24 355 031 ولا 29 031 031. مرحبا بكم الناس الكل. اي انا والله عندك الحق، تلمو قعدت نفكر في المراه اللي يدخلوا على الباج نتاعنا احنا بموقع الطبيعي موجودين المقر نتاعنا في المازا الخامس ناج خلفاء الراشدين. مرحبا بكم الناس الكل. والتليفونات نشوفوا فيها توا على الشاشه زاد، تقول لي اسمع عندك بعثوا لي اسمع بعثين نريد تمشيش يا سيد باش نطلعوا فاصل نرجع لك شايف بعد الفاصل نسالوش. اوكي بعد نمشيو فاصل ونتواصلوا ان شاء الله. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم هي حلقة فاميليا، حلقة ولا فاميلتي هكا حبت ليكيب الكلها تسميها. إن أعلنت شوية على ليكيب هاو جيت حضرت ليكيب الكل. منين نبدأ من الكوجينة؟ مهابو علي، نقول لكم مهابو علي تفكروا رد بالك، دونك رجعت لنا بفكرة رد بالك ومعاها برشا حاجات أخرين. معانا زادة نسرين بو علي، هي أستاذة إنجليزية وناشطة في المجتمع المدني وهي أم وأكيد بتدخلاتها إن شاء الله باش يعجبوكم. ذكر أنهم الكرونيكر نتاعنا. مرحبا بك. وما نكونوش من بعضنا راهو معناتها فوالا لا معناتها خاطر بو علي فوالا ما نكونوش من بعض. دونك أنا مدام شايفي هي مدام بو علي. بيه وي وي تعرف ما انتبهتش ما فما حتى ليان دو بارونتي معناتها. واليوم ضيفنا اللي حاضرين معانا او ضيفتنا بالاحرى على خاطر الحلقه اليوم هي نسويه 100% وبامتياز، وحتى المواضيع كلها الحق باش تكون هكاكا. وعلاش لا فكره حاولنا انا باش ناخذوها ان شاء الله، ربما يكونوا ضيفنا رجال معناها ماهوش مشكله، المهم انه معنا لي دو كرونيكور باش تتعودوا بهم ان شاء الله ماهي ونسرين في حلقه خاصه. وكذا كان اللي شفتوا معنا ماهي ونسرين معناها باش نتحدثوا على الصغيرات، باش نتحدثوا على الفاميليا اللي ينقصها واللي يزيدها. واليوم جابونا معاهم ضيف فريمون انا فرحانه برشا انهم حاضرين معنا، اللي هما مدام ايمان الغول اخصائيه تغذيه وايضا تنشط في المنظمه الوطنيه لعلوم التغذيه. مرحبا بك ايمان، خلينا نحي الالقاب سامحني. يعيشك خير هكاك تكون القعده خير فاميليا قعده عائليه. زيدا الى جنبك مدام نسرين بو علي استاذه. مرحبا بك استاذه. مدام منيا. منيا كيكا قاعده تعمل مدام منيا بالسرور. مدام منيا بالسرور. مدام منيا بالسرور اخصائيه نفسيه. اخصائيه نفسيه اسمها يعني نفسي سريري بالوحده الجهويه للتاهيل بالمروج 2. يعطيكم الصحة مرحبا بكم. دونك اليوم باش نحكيو على الجانب النفسي والجانب الغذائي اللي عند الصغار في رمضان. أنا في أول الحلقة قلت أنه رانا ساعات ننساوهم بالحق، ما هي معناها ساعاتك الصغيري نحن صايمين ننساوهم. وكما قالت الشيف أنجيتك أنجيتك هاني جيت نتغشش كيما قالت الشيف باش نعطيك الباغول تو ريغل امورك. الشيف من الاول الحلقه قالت لي كان يلقى شويه بسكوي وحاجات هكا يغتنم الفرصه عيد عليك كيفاش الشيف يا اخي انا قصيت لهم قصه عربي اليوم. اليوم باش نعمل لهم عملت لكم سلاطه سي سبقتك وانت تحكي عملت سلاد نسواز نتاعي. شوف فيك راه اي بي وحطيت فيها ليتو قصيت شو تقصها مزروبه نتاع نسالي في ساعه في ساعه تقص الطماطم اون غونديل البصل اون غونديل لوبيا خضراء مصموطه طيشها تطيش كعبه زيتون كبار طن عظمه مصموطه تحطها. وانا خليت لك الفازه الاخرانيه اللي هي الزيت زين نتاعنا شويه زيت زيتونه من فوق كاو شويه ملح شويه فلفل تشره غير بشيك. حاجه اخرى
ضيفتنا ما هي ويسك هي ما تعرفش طيب معناها وكل شيء وتلحلح بيا من قبيله باش نحط لها شويه سلطه. جابت لي الصحفه البلار نتاعها قالت لي بربي قد لي شويه سلطه باش نروح بها خاطر بنتها تقرا غدوه دونك باش تهزها فطور. اه داكور دونك باش نحط لها شويه سلطه مش مفوحه تفوحها هي فضحتني في الصحفه البلار نتاعها ترى ما صحش قلت لي هز انت لا والله هز باش خليه مادام فضحتني باش خليه لك وباش نعمل لكم باش نعمل كيك اوكي باش نعمل لكم الكيك اللي قلت لكم عليه كيك سالي باه تاخذوا هذم اللي ما عندهاش مول حديد ولا اينوكس في الدار ولا سيليكون تاخذ هذم يتباعوا تنجم تستعملها حتى مرتين معناتها تغسل تستعملها حتى مرتين هو ماذا بينا يستعملوا حاجه اخرى مش هذوك اللي بخليه ما تحبش تغسل معاهم تقطعها وتلوحها في الكوكب لا لا اما الالمنيوم ماذا بينا انا خاطر حتى انا الخبريك نتاعي هلفي دونك ايمان نخزر نتقلق لا حتى انا اسمع انا شكرتني راهو النوتريسيونيست تاع البارح دونك باهي لا لا سافا مالي يعطيك الصحة معناتها سلاطة سمحة يبو مي جوست يوستونسيل معناتها باهي زادك باش تحط لها في البلار تخي بيان كونسيرفاسيون الصغار نحطوها في البلار ماني هكا وهكا ماني نسي هكا وهكا معناها هكا اللي نكفو كعبة حالة اسمع بالزربة مرة في الفيل تتعدى اما الاستعمال ديما 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 لا نحاولوا نحطوا بابي كويسون احنا بور ايفيتي لو كونتاكت اكزاكتومون اكزاكتومون البابي الكاغت هذاك صحي معناها هذاك ديما باش باش نحط باش نعمل الريسيت 250 غرام فارينة و4 كعبات عظم ونحطوا 150 غرام جامبون ولا اقل قد ما نحبوا ونحطوا الفرماج كيف كيف قد ما نحبوا كيفنا نحن والاذواق نتاعنا شويه كبار كان نحبوا بون صغار دو بريفيرونس ما نحطوش في البار العبيد نحطوا في بلاصتو معدنوس شويه سبناخ نبدلوا لهم لي كولور ونزلقوا لهم هاكا الخضره معناها اللي ما يحبوهاش في وسط الكيكيره وهكيكا يوليوا ياكلوها دونك انا باش نخلط معقوله برشا باش نخلط الكيك نتاعي وباش نوريكم من بعد كيفاش طاب والصغيرات باش هذا هو معناها اونتر تان خليت الشوربه نتاعي ولانسيتها خليت الدجاج نتاعنا مليحه قصيته دي بتي كوب قليته تريف مع البصل وشويه زيت وحطيت له فيح نتاعي حطيت ورق قرنت شويه ثوم شويه ملح شويه فلفل اكحل شويه زعفران حبوها خفيفه شويه مغرفه نتاع ماكله طماطم زقلي ومغرفه هروس وخليته يغلي كي هز غلوه طفيت عليه في بعد اخر وقت نرشوا الدويده نتاعنا هاي ريحه بدات تفوح في الاستوديو انا خلطت الخبز نتاعي كما قلت لنا سهله نحطوا العظم نزيدوا عليه السكر الفاكهه ثلاثة انواع نخلطوهم ونحطوا فيهم الساشي لوفور على خاطر لوفور كي نحطوها مع العظم تعمل سمارت شيف تعمل رياكسيون في الليكيد دونك ماذا بينا كي باش نزيدوا الخميره ديما نزيدوها مع حاجه مثلا الفرينه ولا الفاكهه دونك انا خلطت الفاكهه الكل وخلطت معاها الخميره بعد وبعد زدتها للخليط العظم والسكر ومن بعد ذوبت الزبده وزدتها في الاخر دونك الكل ما حشنيش بركاضه اللي ما عندوش ركاضه ما معناتها باليد الكل وحطيناها في الفور على 180 درجه مده نص ساعه ونستناوها شويه وخرجوها ونزينوها نستنى فيها معناتها اسهل من هكا ما فماش وقاعده تعرف شنو هو قاعده نتخيل فك القهوه القهوه ربي ان شاء الله بلغنا باكو خميره سمارت شيف في الكيك باش نفجلنا وتجينا مزينه كيفي كيف شكون كيف شكون كيفي زين كيما قلنا القاعده نتاع اليوم اذا كان التليفون حاضر عنا تليفون باش ناخذوه اليوم صور في الفيسبوك مازال كان التليفون حاضر ناخذوه مش حاضر نبداو نحكيو على موضوعنا اللي اخترناه اليوم باش نبداو البنات بالجانب النفسي ولا الجانب نبداو بالماكله بالماكله التغذيه ولا وانه شوف انا باش نحب باش كومبليمونتير غزور زي كومبليمونتير في رمضان مهمين برشا تذكر برقم الهاتف 56 644 صفر 11 كنت تحبوا تشاركونا ولا تسالوا اي اللي عنده اسئله اللي عنده اسئله ويحب تحب تشاركنا الراي دونك منى او خلينا انا خليني في التغذيه في التغذية إيمان شوف ساعة أو قبل بالله قبل كل شيء قبل مشيو للصغار بربي حاجة أنا لاحظتها تو ما شاء الله كثرة القنوات واللي شين كلها عندها فيها الكوجين واللي شين الكل جيب نوتريسيونيست
وكل واحدة وطريقته. وهذا ديما نلح عليه أنا كل عام نقوله الموضوع هذا فيك. لا ما تاكلش، رد بالك، رد بالك، لا البركة، لا الجازوز، لا شنو، لا ساعات تحس الناس في الديرة يقول لك يا أخي شنو توا تمشي حرمونا، يولي يعمل لك العكس. صحيح ولا بربي إيمان؟ اي هو صحيح. هو احنا ديما حتى في عادتنا وفي شو يقولوا جديدنا كل ممنوع متبوع مرغوب. لا معناتها انت اصلا كي باش تقولوا ليه ينجم، حتى هو احنا ديجا تو جبت انت القزوز، حتى كي باش تقولوا ليه ينجم يكون هو ينجم ما ياخذوش الكل. بعد اذنك باش نرجعوا للحكايه هذه ومنها هي ندخل الموضوع نتاعنا اليوم، لكن انا سعيده جدا باش نستقبل معنا التليفون. اليوم لاحظت على الصباح، شفت قمت الصباح الله غالب تعبت، بدلت العاده ما عادش الجريده ولا الفيسبوك البنات، معناها تشوف فيسبوك وتشوف لاكتواليتي. لاكتواليتي اليوم فيسبوك مراه فرقت، عندها معمل نتاع زيت، زيت مدعم تقريبا، اي زيت مدعم، فرقت الزيت البارح واليوم. بالتفاصيل مش نقولها فين كيفاش علاش نوايا، لكن كالفكره كونها مراه خذت الانيسياتيف هذيا وعملتها. ناس جاوا معاها، ناس ضدها اكتشفتها من بعد، خاطر انا اتصلت بها وحكيت معاها. اولا خليني نستقبلها فاطمه الفراتي. مرحبا فاطمه. عسلامة لله، مرحبا، سلام عليكم، مبروك على كامل المستمعين وعلى العاملين بالاذاعه. يعيشك مواطنين الشعب التونسي ان شاء الله. يعيشك يا فاطمة. اولا باش نبدا بحاجة، اليوم راهي القاعدة الكل الحلقة اليوم كلها نسائية، ونلقى الموضوع نتاعك بالصدفة متكامل مع اللي باش نحكيوه ومع المواضيع اللي باش نحكيوها اليوم. انت امرأة تونسية من حراير تونس، عملت هالمبادرة ذي كيفاش فاطمة؟ تفضل. نعم سامحني ما سمعتكش بالكدا من فضلك. قلت لك انت معناها امرأة تونسية من حراير تونس، عملت فكره، جاتك فكره، حبيت تعمل مبادره، ها باش نتعرفوا. راهي كانت مبادره تلقائيه تلقائيه من الاول، وكانت دعم سورتو، لقيت الدعم الاداره الجهويه للتجاره ببن عروس في شخص مديرها السيد حمادي زياني، ونسقت مع رئيس اتحادنا الجهوي للصناعه والتجاره والصناعه التقليديه بن عروس عماد البيهي، اللي ديما متفاعل معنا في الامور هذيا، وتعاون محكم مع سيد معتمد جهه حمام الشرق، وكمان نسقنا مع الامن باش تكون المبادره هذيا للمواطن، خاصه انه زيت المدعم مفقود شويه بالنسبه للاسواق، ونظرا لعدم تواجد الحصص بصفه عادله ما بين المصانع. فكنت نبادر في الموضوع هذا ونقوم به. نكون في شهر تأذر هذايا قمنا بحاجه، وبحاجه في شهر بديل، ونحن توانسه راهو معروفين بهذا، مهما كانت امراه راجل اي مستوى، حتى بالضحكه والابتسامه نجموا نقدموا للناس حاجه باهيه. هكاهو معناها كانت مبادره بحق. قالت لي الصباح على فكره، قالت لي ورحمه امي راني عملتها فكره تلقائيه. قلت لها من غير ما تحلف يا فاطمه، انا امراه حسيتها معناها، فهمت؟ اي مدام راني انا حبيت تكون راهو واحد يعمل الخير، حاولت انها تكون من غير اشهار، وهذايا معناها كنت نحبه، بيد اني لقيت روحي ما نجمتش نوصل المعلومه للمواطنين، وانا الاوبجيكتيف نتاعي والهدف اني نحكي العائلات، دونك اضطريت اني نخرجها على صفحتي في الفيسبوك، فتفاعلوا معها الناس، وانا المبادره معناها اللي نحشمت على روحي، خاطر لقيت العباد استحسنت الموضوع، وماذا بيا اني انا كما قلت نكون امراه تونسيه وبموقعي كوكيل شركه بموقعي في الاتحاد التونسي للتجاره والصناعه التقليديه، اني نكون قدوه للعباد في الشهر هذا البديل، وفي غير الشهر البديل اني نكونوا كلنا مع بعضنا يد واحده، خاطر تونس محتاجه لاولادها الكل، واللي احنا اللي ونداء للوطن. يعطيك الصحه والله. باش نسالك باش نتكلم نتدخل، حبيت نسمعك. مهاب بو علي معنا بحضينا اخصائيه في حفظ الصحه، سالت قالت لي علاش انتقدوها، هي جاوبت راهو فاطمه انتقدوها لانه قالوا عملت عمليه اشهاء، معناها الروحها. لا ماهوش الاشهار، ماهوش الاشهار، كان بالنسبه لي انا في حسن نيه، معناها ما كنتش
ما كنتش لوج اني انا باش معناها التعريف بالمصنع نتاعي ولا التعريف بذاتي ولا بشخصي، هذا الكل معناها تجاوزناه على خاطر باش تعرف معناها الكبير كبير ربي، ما حتى حد ما هو باش بيت. اما انا سيتي بور ما سامحني زعما نتكلم حاجه حبيت نعلم المواطنين اللي انا مسخرت لهم اليوم هما السلعه هذه واليوم هما فهمت معناها عباد تقول لك كميات تاع 15 غاز ولا مش نتكلم على الكميات. الكميات هذيك حاجه ما بيني وبين الخالق وبين المواطنين اللي انا ساهمت باش دخلت لهم البهجه والفرحه حتى ب 30 3 5 باللي كتبت. ربي يبارك فيك. كنت نتمنى يكون نقد بناء. ما عادش تبرر ما عادش موجه للعباد باش العباد تتحرك. يمكن على خاطر زاده انه فما عقليه اللي انا فرصه باش نعبر عليها، عقليه انها كي المراه تاخذ انيشيتيف، كي المراه تونسيه تقوم باعمال كي هكايا ننتقدوها معناها حسيتها في حسيتها اكثر اني خاطرني امراه، اما راهو المراه التونسيه هي العمود الفقري لتونس واحب من احب وقيها من ربي يبارك لك وربي يجازيك كل خير. وربي يفضل وربي يفضل كل احبابك ويرحم ميمتك. وشوف اختزلت كل شيء هي قالت تو نعلقوا نحن من بعد فاطمه شاهيه طيبه وان شاء الله ربي يكثر من امثالك. انا حبيت التدخل كان حسري راهو معنا بركه معناها ما خذيتها حتى وسيله انا ما شفتيش شيء ما شفتيش لا نقلتها برشا برشا صفحات على الفيسبوك. شكرا فاطمه على اختيارك لينا وليا والشخصي يعيشك في الامان يا فاطمه. البنات كما قالت هي قالت ممكن خاطرني امراه عملت بيدره وحبيت نعمل الخير معناها عندها معمل نتاع زيت مدعم وحبت تفرح العبيد وقالت لك انا ما شهرتش معناها انا فقط حبت تعلم باش معناها اكثر ما يمكن من الناس تجي تستنفع فقط ولا. وتتفصل حتى كان ما تقول شيء عفيفه العبيد الكل توا وين يمشيوا ولا يصوروا وين يمشي وين يسمعوا اخبار ولا يهبطوه طول معناتها حتى كان مش هي شهرت لونتوراج نتاعها والعباد اللي شافتها اش عملت نجم شهر وهي كاني مقتنعه ما يهمش فيهم اللي يتكلم خليه يتكلم. مش تبيع في منتوج ولا تبيع في برودوي ولا حاجه. جوستومون معناتها ولات حاسه بالذنب خاطر عملت جيست بي. حست بالذنب تصدقني كيف اتصلت بها الصباح قالت لي ورحمت امي مانيش نعم قلت لها انت ما تبررليش ما تحلفليش فما برشا ناس تعمل خير يعني وتوريه وربما يسالوهم يقولوا لهم على خاطر بالحق هو ساعات هو ربما نوريه حتى باش نحفزوا معناها باش ناخذوا اي تحبش تعاوني يجي معايا انا قاعد نعمل في الخير ما فيها بيس معناها وقالت لك انا حبيت جيست نعملها باش نداخل بسمه ونعاون الناس ربي يبارك لها ايش قولك ايمان والله يعطيها الصحه بالحق حاجه تفرح حاجه تفرح والله اما موجوعه تحسها تحكي ما خاطر تشوفك بالغلط فهمت معناتها سبحان الله هي حبت تستغل رمضان ودخل الفرحه على العائلات التونسيه ولا غالب ربي يهدينا معناتها شنو تعليقك مدام؟ هذاك هو اخصائيه نفسيه هو رمضان معروف عليه بالتآزر ونتعاونوا مع بعضنا ونعاونوا بعضنا بون هي ما يلزمهاش تتقلق لا بالعكس معناتها عامله حاجه باهيه ولا بروف اللي برشا ناس تشجع فيها واحنا زاده معناتها ما عندناش حتى بالعكس معناتها شفتها والله ما تتخيلوش انا البارح في برنامج تقبلنا على قناه الزيتونه كنت انا المراه الوحيده فيهم رجال تحدثت على المراه التونسيه وقلت انا راني نخدم على هذاك وديجا جات بالصدفه حلقتنا اليوم في نفس السياق معناها انتم ثله ما شاء الله من احسن انسانه وخيرة انسانه والشافه والشافه معناها ديما نحبوا نخدموا على هذايا راهو اليوم صوره المراه راهي تعبت راهي تبدلت راهي يلعبوا بها كما حبوا لا مش سي با فري ماناش تصويره اه وي ماناش برودوي وهذا سامحني نوع من التعنيف تعنيف نفسي مسلط بالحق تحس بروحك على خاطر هي عملت حاجه راتها هي هذاك هو لوجيست اللي راته هي معناتها هذيك هي المراه التونسيه في رمضان تحب تعمل الخير فوالا كيما باش تخرج عشاء باش تخرج فطور حبت تعمل الجيست هذيك ربي يبارك لها لي مويان نتاعو فوالا كل حد نرجعوا توا نمشيو للسوجي نتاعنا
تاعنا اللي هو رمضان والصغار كنا مع التغذية وقفنا مع إيمان. إيمان ننسي والصغير لكن تعطينا مود دو في في رمضان باش نتعاملوا معاه مع الصغار. الوقت قاعد يجري شيء كبير، احنا يلزمنا عشوية ايوا. دونك بالنسبة احنا في رمضان، رمضان كما قلت انت الصغار صغار يضيعوا فيه شويه، وفي نفس الوقت يحبوا زاد هما على الصيام يعني فهمت. دونك في اللي في لي دو سونس احنا كعاده المحليه نتاع نخيطوا فوالا فوالا بالضبط بالضبط باش في العيد هذايا نحكي على انا كيفاش كلنا كلنا بوتيتر كلنا عشناها في الكوجينه قبل الصيام في الكوجينه الوقيت هذا. وانا دايوغ يعرفوني الامات اللي يجيبوا صغيراتهم في الوحده الجهويه التاهيل، نقول لهم الوقيت هذايا هو باش نستغلوه بالنسبة للوليدات اللي عندهم صعوبات وبالنسبة للوليدات الأسوية، نستغلوه باش يكون يتعرف به المعارف الكل. كان عنده اضطرابات في الشخصية، كان عنده اضطراب في الحدود نتاعو، كان عنده اضطراب في المدارك، هو وقيت على خاطر الأم جينيرالمون في في عكس رمضان تبدا ماهيش ديسبونيبل 100% في الدار. دونك توا موجودة أكثر في الكوجينة، موجودة أكثر في الزمن. هي هذاك الوقت هذاك باش سولون لا لا لو كان تاع الصغير نتاعها سولون معناتها لو بروبليم الاضطراب اللي عنده صغير ولا حتى سوي باش تجدد العلاقه معاه باش يكثر التحاور. خاطر ناقصين كوميونيكاسيون صغيرات نتاع توا ديما فما يا اما قاعد في في بقعه وحده انه باش يستعمل لي جو ولا حاجه. دونك باش تتواصل معاه باش يتعلم الحاجات دو باز باش يتعلم وفما ستيمولاسيون معناتها فما العكس زاد كي يجي باش يدخل معاها في الوقت هذاك اللي كيما قلت نورمالمون يدخل معاها يعطلها والوقت يبدا يجري والخوف باش نقول المنيا زاد على الخوف على السكينه والكسلي هكا ولا كيفاش نعملوا؟ اوكي يلزمك انت تكون معناتها العينك لوبسيرفاتريس، اما تعطيه الحاجات على قد العمر نتاعو على خاطر هو باش يفرض الذات نتاعو، تعطيه حاجه بورسيون تو كيف ما هي عامله سلاطه اليوم عندنا سلاطه وعظم طايب، في باش يقشر كعيب عظم معاك ويمد لك الزيت ويعمل حاجات هذوما، هذاك تخليه يخرج على العزله نتاعو، يتعرف على حاجات جديده، يمارس الحاجات يمسها يستعمل لي زورغان دو سونس الكل نتاعو يذوق يلمس ويحبوا العجينه برشا يعني بيان سور. احنا تلقى الموتريسيتي فين نتاعهم بعد يقول لك الولي راه ما يعرفش يكتب. هي الموتريسيتي فين تبدا من هنا، تبدا من انه ينجم يستعمل لك الحاجه باش يقشرها ولا الدبوزه باش يحلها ولا الملح باش يستعملوا نجم نعملوا باتا سكر. اي انا والله جو سوي بور النهار انا نحب زيدا مثلا ماذا بيا في المكاتب كيما عندهم اوبسيون ديسان والكل يولي كويزين يبداو بالباتا سكر يلونوها ويطيبوا مثلا حاجات هكا شيء مثلا يعملوا ليفيرين معناها كل شيء مونتاج في البيت يعملوا اكثر من قبل قبل البرا معناها اون اوروب نشوفوا اللي صغير ملي هو صغير يعرف شنو يحب يقرا شنو يحب يعمل. احنا كان ما ناخذوا الباك وشوفوا شو ديجا بالباك راهو كبير برشا معناها كبير برشا كبرنا على 18 معناها برشا فهمت. دونك ماذا بينا انا نعمل انا نشارك وغراتويتمون كاين فما صغار باش نعلمهم وكل ما عندهم هو موجود لانه معنا موعد ان شاء الله يتحدد خاطر مازلنا انا ما بين نهارنا هكا مش من الفل مازلنا ما حددناش النهار هذا لكن على الاغلب على الاغلب ها في بالكم نهار خميسة لازم ما في على الاغلب كنتي نسمع هكا ولا باش يكون خاص بالسميني سبيسيال العائله فاميلتي مع نسرين بوعلي ومهاب وعلي طبعا اللي تعودتوا بها مهاب وعلي اخصائيه في حفظ التغذيه اللي كانت معنا عملوا مهارد الصحه كثرنا عليك اليوم عافيه فوالا صحه ايمان صحة ايمان معاونا نذكر انه ايمان الغول اخصائيه في التغذيه منيا ومدام منيا بالسرور اخصائيه نفسيه والقاعده نسائيه ومعنا شيف هند تعمل لنا في الحلو اليوم والشيف منيل غاتسه حضرت الشربه كل شيء حضر اليوم على بكري مش كما قلت لك قبيله قلت لهم ساعه اعطينا توا كل شيء يحضر اموري بالضبط وي والله وانا بدي اللي قلته ساعه انا هاني خمس لكم حاجه هكايا وديما في الدار يقول لي شنو باش تطيب كي نلقى عندي شويه وقت نعمل لهم سيربريز يمكن نعمل لك حاجه زيده كادو من عندي باهي باهي شيف نعرفك راكي تبدع وخاصة صغيرات فطور غدوة وخاصة مهيب وعلي اليوم جايبة معاها حكوك
انا ماهرة وصاحبتي وعشيرتي ماما فكون يا حقتي هاي حقتي معايا سي عبيده باش نزها معايا باش ضمنت السلطه انا السلطه سي بون ايمان باهي طماطم باش نجيكم نهار نهار نطيب لكم شايفه دوميسيل بديت نذكر أنه وقفنا عام كنا نتحدث مع مدام مونيا نتحدث أخصائية نفسية نتحدث على أهمية الاكتشاف وخلينا نقول نخليهم يكتشفوا مهاراتهم معنا يعني استغلال وقت الكوجينة هذا وقت المرأة راهو أربع سوايع نضربوا في الكوجينة من العصر راهو للمغرب يكتشف المهارات ويرجع لعلاقته مع الاسره مع امه صحيح. خاصه ما احنا حكينا مدام مونيا خاصه اليوم اللي تابلت واللي سمارت فون وكل تغاو برشا على وليداتنا بصفه غريبه وليدات صغار وقاعدين برشا ولاد صغار يدخلوا في شيء يعملوا شويه دي تري اوتيستيك علامات التوحد دونك من هالحاجات هذيا وهي فرص باش نرجعوا انهم يرجعوا للمهارات اللي كنا نعملوا فيها قبل الرسم الكوجينه الصلصه الباتا مودلي حتى العجينه مثالش معناتها باش تعمل كيما قلت لنا شيف منيل العجينه بالباتا سيوك وكل كرياسيون باش يعملك الصوت يشيخو بيه ولا حتى ربي جديدة ولا قبل جديدة لا انا عندي سؤال باركونتر المدام مونيا قبل ما نجي كمان بربي اون طونك ام عندي ولدي مغروم لي برشا يخرج لي في معون من الكوجينه خليه بالحق يخليه صدقني وليت نقول زعما فما تفسير نفسي خليه الجوال كله هي راهو ما هي صارت لك معناها كل حاجه شنيا بالعمر هاو في الكهربه عندي المعون انا في الدارك هاو حتى في الكهربه عندي المعون في ثلاث سنين مثلا عمره ثلاث سنين ما نعرفش عمره في ثلاث سنين عمر الصغير هذاك يحب ديما كل شيء يعمل بالعناد معناتها لوبوزيسيون انت تقول له حاجه ويحب يعمل خاطر يبني في الشخصيه نتاعو بالنسبه لي هو لو تو بويسون في الدار كيف ما ماما تعمل عندها هذاك حتى انا عندي البوفوار هذوكم لي زوبجي اللي بحذايا الكل نتاعي انا دونك يوري يبرز في ذاته مش حاجه خايبه هي راه مش حاجه خايبه ما التعامل نتاع لامامون قدام الصغير في الحاله هذه هو اللي يعمل يا اما اضطراب والا حاجه سويه فهمت هي مرحله عاديه يتعدى بها صغير انه يحب يوري روحه انه يحب يكتشف الاشياء يحب يقول لا يفرض الراي نتاعو الطريقه يلزم تكون شويه دوس فيها شويه ذكاء تعرف شنو هي الفاز اللي هو يمر بها باش انت تعرف كيفاش تتجاوزك المرحله هذيك ساعات تشوفها معناها سلوكيات غير انا نحب نحكيها خاطر انا ام من الامهات اللي يتفرجوا توا معناها انا لبسه فيها المينيون اللي يحبوا هذاك لي بيرسوناج بيعيط هو وانا نقول له شبيك تعيط معي بعد كيفاش هكا ربي سبحانه هكا عمل لي شاهد العقل باش نفهموا شوي يعمل لي ماما هو يعيط برشا بعنف ويقول مينيون عندك مينيون وانا نقول له شبيه معناها يا اخي قلت له شبيك معناها سالته بشويه بهدوء قال لي ليه عندك مينيون كي قلت له صحيت وما احلاها حملني بعد قلت شوف الحمد لله يا ربي ما عملتلوش انا معناها هو يعيط وانا ضربته على خاطر يعيط هذه هي اللي تحكي عليها مدام من معناها اني نفهم شويه معناها يكون فرحان ويحب يوصل لها معلومه وهي ما فهمتش والله قبيله انا جايه قلبي وجعني في كايز مراه شده بنتها بالحق تضرب فيها في الشارع اي والله على راسها وهي خارجه من المكتب ما قريبش نقف نقولها علاش من بعد تقول باش تسيح عليه باش تقول شي يهمك كفايه بنتي برشا ماجيش هكاك العمر الادولت كي يضرب الصغير امه ولا البو ولا مربي ولا اي حد كي يضرب الصغير شنو قاعد يقول له؟ قاعد يقول له اللي انا ما نجمتش نوصل لك الميساج نتاعي دونك هاني استعملت الجسد نتاعي القوه نتاعي دونك هو الصغير هذاك الميساج باش يدخله ومن بعد يولي لا شعوريا هو قدام كل حاله باش يتصرف بالطريقه هذيك بالعنف هذاك ما عندوش ما عادش باش يولي عمليه التجريد لا ريبريزونتاسيون مونتال انه يطلع الحاجه ويفكر فيها ويعرف الصحيح والغلط دونك يل فاجير افيك لو كور وهذاك علاش العنف ياسر هو مدريبه ساعات ما فيها بيس اما تعرف فين تضرب
مش على مش هو هو شحته زوج لا ودينيا لا هو العنف لا والله انا كنا نقول لك قداش كنت رايحه هنقول لك احنا نتولد كنت هيجه برشا بنعمل عمليه هي غريزه ايميره هي غريزه ايمي العنف والجوع كيما التوسيم وال غرائز إيمان تولدوا بهم أي. لكن من بعد لكاناليزاسيون تاعهم تقع وقتاش معناتها تقع الكاناليزاسيون بالطريقه سويه وقت اللي ليزيتاب الاولين في علاقته مع امه تكون صحيحه أي. وقتها تولي هالعنف هذا ولو موجود فينا ما فماش انسان ما عندوش شويه اغريسيفيتي مع شويه هذا الموجود حاجه طبيعيه يولي يعرف كيفاش يحطها في 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 البقعه نتاعها العنف نتاعو يتغشش يعرف كيفاش يخرج الغش نتاعو من غير ما لا يضر نفسه ولا يضر المحيط نقولها ما نعرفش مسرين هما هيك انتم عندكم وحتى ماذا بني بعنف كمان ماذا بني اي صغاري كبروا وما انا ضد العنف لا انا مش نحكي على العنف حاجه مش نسالها مش نحكي لها على حاجه ساعات نحن نكونوا ساتوري ديجا من الخدمه على الدار معناها يعني بيك ربي معناها فريمون ما تنجمش والمالوغوزمون ما نعرفش يتفرج فيها هو ولا راجل تونسي ما يعاونش انا هذه النقطه ما يفرجوش فيها هذه النقطه حد ما يعاون انا هذه النقطه اللي حبيت ندخل فيها معاكم في في الحوار على حكايه الصغار اللي ندخلوهم الكوجينا مش كان اللي يكسب مهارات لا نوسيون دونتريد زاده يعطيك صح لا نوسيون دونتريد انه تعاون تعاون في الاسره واحد يقول له حط الطاوله انا وليدي نقول له واحد يحط الطاوله واحد يقص الخبز واحد يقص السلطه ولدي صغير مغروم بالكوجينه انا نعمل المدموجه انا نطيب المدموجه وهو يفتفتها معناتها لا نوسيون دونتريد باش نهار اخر كيف يكبروا باش يعرس باش يولي هو عنده اسره ما يجيش يحط ساق على ساق تفرج تلفزيون ومرته هيدا معناتها نحبوا الفيسبوك اللي راهي الكوجينه ماهيش لنساء لي غران شيف سو سون دي زوم الكوجينه ماهيش كان نتاع المراه الكوجينه مع ساعات واحد يقول قال سامحني على المقاطعه رؤوف بن يغلان في مسرحيته نسيتها الاولى قال اللي نجم يضرب بالبنيه ما نجمش يراس الخيشه ما وصلنيش للخيشه راجل اما ما نسيتش كيفاش نعطيوها عروسه والوليد نعطيوه كوره معناتها نحطوا هذا معناتها نغرسوا هذيك معناتها ما لازمني اك السكسيزم اللي باش نفرقوا مادام هما مازالوا صغار سو سون دي زانفون كو سو سوا ان غارسون اون في معناتها عروسه معناتها صغير كي باش يلعب عروسه اي بو اتر ان ميدسان هو اوسكولت ان بيبي مثلا بنيه كي تحب تلعب الكوره ولا عروسه لي ما بنيه كي تحب تلعب الكوره علاش عندنا دي سبورتيف تبارك الله دو هو نيفو معناتها يلعبوا باسكيت ويلعبوا هاند وفولي نرجعوا لهنا مدام هند الكلمه مدام مانيا اش قالت نذكر انها اخصائيه نفسيه طبعا اللي هي قالت انه احنا معناها الام والبو هما اللي باش يخليوه باش يوجهوا معناها هذه يعني انت باش تعمل مجهود صغار كي راهو بوهم يعاون هما يوليو يعاون صحيح اي تبعوا علاش ما تربيه علاش نوضح نحب نجاوبك اختي عفيف انت قلت تروح مثلا متغشى وما تنجمش معناتها باش بالحق لا في الوقت هذاك بالحق معناتها اي حد عنده يلزمه باش يعمل متنفس للانفعالات نتاعو معناتها طبيعي جميل باش نتعاملوا مع صغير وانا في الحاله هذيك دونك نعمل الميزو بوا نتاعي نرتاح نخليه يعمل اون تاش نعطيه اي تاش نرتاح ومن بعد ندخل في بربي كومونيكاسيون مي سينو ما تمشيش هو معناتها يحب هو حاجه وانا وقتها اي تاجل تنجم تاجل لي ديسيزيون تاعك هو ما يتاجلش ما يتاجلش لاحظوا لي زيترانجي كيف نراوهم في لي زوتيل كي يجيو لي توريست وكل شيء كيفاش يتعاملوا مع صغارهم يبدا عمره 3 سنين الصغير ويحكيوا معاه كما ناديولت والا حتى التوانسه اللي عايشين لبرا ولا تلقاه مارياج ميكس ولا حاجه فما فرق كبير ما بين الصغار صغارنا احنا اللي نعديو لهم ستريس نتاعنا وما بين هما انا معناتها جاي دي دون لا فامي دي كوبل ميكس مثلا كوزان ماخذ اون فرونسيز تشوف كيفاش تتعامل ما تنشاوروه نسالوه انا جو سوي انسيانت دو دروا ونقري في دروا دو لوم اي لو دروا دو لانفون في الدروا دو لانفون في لا كونفونسيون انترناسيونال دي دروا دو لانفون في حقوق الطفل ايوا المعاهده الدوليه لحقوق الطفل تقول لك فيها 4 برينسيپ فوندامونتو 4 مبادئ اساسيه منهم الاخذ بالراي نتاع صغير معناتها صغير لازم ناخذ رايه باش ياكل الصغير احنا اون تاندونس باش
احنا نقول لك ان نحبوا ناكلوه الخضره تاكل بسيف حتى يرجعها الماكله. سيانتيفيكمون الطبيب انا بيدياتر وقت اللي كانوا صغار يقول لي ما تغصبش عليهم، حب ياكل ياكل، ما حبش ما تغصبش خاطر الماكله ما تعطيش صحيح ولا منفعه وقت اللي ياكلها بالسيف حتى هو يبدا ديجا جسمه رافضها. دونك نجموا نشاوروهم الصغار، نشاركوهم، نقولوا له مثلا شنو تحب نطيبوا اليوم؟ شنو تحب تاكل انت اليوم؟ ما عندناش في العقليه نتاعنا المشكله باش ما تبداش عندنا اكل اللي فوق الطاوله، باش ما يبداش نوصلوا فوق الطاوله في عود باش تكون هي لمه نتاع تولي صغير يبكي خاطر ما حبش ياكل من رجل بينا، والاخر يبكي خاطر ما يحبش ياكل حوت، وتولي الجو ستريسي الوغ كو هي معناتها سي لو سول مومون اللي العائله تتلم معناتها. فوالا هذايا حبيت انا نقول عليها. فوالا والله يا اخي انت متعبه هي عقليه هي هند، هي هند صحاب مع بعضكم والله يا جمعه هذيا كلمتها معناتها الكلنا تلاقينا جات بالصدفه اختصاص اخر مغاير فوالا لينا الكل معناها فوالا ومنتون كملوا بعضنا ونكملوا كامل اكزاكتلي. واحنا في الاخر في الاخر ابار الاختصاصات احنا امهات ونساء معناتها نختاروا الاختصاص الام معناتها سي مدينة. انا ما زلت حتى ما عنديش دي ديبلوم ومش بالخبره بالتجربه جايتك يا ايمان ونسرين انتم ومها زاد عندكم تجربه كامهات. سؤال اخر باش نساله لك بالله خنكمل معاك بعد جاي الايمان، كيفاش بربي اكل وقت نتاع يبدا جن 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 عم تاع الصغيره ذي التكنيك ما يتقنوها بحاجه غريبه معناها ثم تخرنين ثم تجنجين ثم حاجه اسمها الاشباع. الاشباع هي نظريات علم النفس الكل مبنيه على الاشباع، اشباع العاطفه، اشباع الحاجيات الاساسيه يعني دي لا باز. صغير اذا ما عندوش الاشباع العاطفي راه باش يقعد بغاتي غير لاتونسيون، راني موجود، راني مش فيق بيا، راني انا جيكزيست، راني عندي قدرات، راني عندي مهارات، راني ناجح، راني مانيش مش خويا خير مني، مش راني حتى انا عندي الفالور نتاعي. دونك باش يقعد بوغاتيغي لاتونسيون يا اما باش يكون عنده فرط حركه، والا يبدا عنده اللي هكا يجبد فيك ولا يعمل فيه سلوكات اللي حنا نقولوا اضطراب السلوك، يبدا يكسر ويفرط ويجبد هذا هو بوغاتيغي لاتونسيون. علاش خاطر على الام اكثر؟ خاطر الاشباع ناقص، خاطر الاشباع العاطفي مش ماهوش كامل، فهمت؟ دونك هذاك علاش يقعد يتصرف بالتصرف هذايا اذا خذا الوقت نتاعو نتاع كيما باش ياكل سلاطه، كيما باش ياكل سلاطه دريج ولا درجين راهي الحكايه البنات راه دريج ولا درجي يجبدوا كل شيء كيف كيف. بون عندي واحده اكثر من واحده، واحده رايده ومريقله ديما تلقى واحد صغير شنو عملت انت كل يحس بالاحاطه بالكوربوريل لونفلوب كوربوريل نتاعو يحس بروحه يعاود يرجع له لي سوفينير نتاعو وقت اللي كان بيبي. علاش اشبيهم ماهمش كيفنا نحنا كيما كبرنا نحنا؟ احنا كنا نتربيو هكا بالحق، احنا ما نعرفوش، اما احنا خذينا وقتنا مع الامهات نتاعنا. انا امي كانت وقت في الدار دونك الحقيقه ديما مع امي معناتها، اما كيما قالت الوقت نتاع الخدمه طويل، توا فرصه رمضان لعبت الكل تروح بكري نقعدوا اكثر كيما قلت قبيله راهو درجين ربع ساعه دو بون كاليتي خير تقنقين هذاك اللي قلت لك. والله ممكن نحي كل شيء، نحي التليفونات ديكونيكتي ومعناتها من كل شيء ونقعد مع مو. والله اليوم معناها سبحت صباح بالحمد ربي معناها هو كل يوم نحمدوه ربي ونشكروه، اما حمدناه على النعمه اللي هي صغارنا. انا صباح قالت لي ماما، قلت لها انا ديما نستشهد باولادي خاطر كي نعاود ونقول راني ام وانا نحب مثلا نسمعهم ويا ريت تتكلمونا اليوم يمكن فكره اولى خلي ياخذوها معنا السيد المشاهدين وخاصه المشاهدات الامهات. ديما كما قالت ايمان هما الاقرب، قلت علاش؟ قالت لي اقرب. قلت لها قالت لي ماما، قلت لها شنو تحب؟ تحب حليب؟ قالت لي ليه نحبك انت؟ قلت لك هاو قالت كل شيء معناها وصلتك المساج. اي نورمالمون قعدت بطلت كل شيء. دايوغ صاحبتي هادي جبيني في الخدمه قالت لي شبيك ما طيبتش اليوم؟ قلت لها ليه اليوم صباح اعطيتهم وقتهم الكل قعدت معاهم خاطر البارح تعبوا والنهار وبرشا خدمه برشا ضغط في النهارين اللي فاتوا. سي فري وانا قلت اليوم ويني عفيفه بعثت لك مساج ما جاوبتنيش. ما جاوبتكش خاطر التليفون عند عزيز دونك ما خليت الصباح قعدت معاهم كما قلت معناها عطيتهم وقتهم
ايمان نجيو الايمان بالضبط لازم نعطيوهم وقتهم زاده في الكوجينه وفي الغذاء هكا ولا نسرين ما سمعنيش راهو في رمضان في رمضان لا 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 خذ لا 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 خذ نحب الوقت شويه علينا باش نجيك باش نجيك بعد ايمان جايتك في حكايات باش ناخذهم من عندك لانك انت قالت لي ما نقولش كوتش اما محليها مسرين عندها برشا حاجات حكيمه حكيمه لي زونت بوزيتيف الكل معناتها تعديهم لك نسرين تبدل تبدل الحاله كي نسرين ايمان كيفاش نتعاملوا في الكوجينه ما صار ميرسي بوكو مدام منيا محليها الحديث معك تنرجع على برشا حاجات بالحاجه بالحاجه ان شاء الله دونك الصغار في رمضان الصغار الصغار دونك يفرق بين طفل وبين مراهق دونك يلزمنا احنا وديجا كما قلنا في عاداتنا وجدودنا والدينا كيفاش ربيونا واحنا بيان سور اسره اسلاميه معناتها بشويه بشويه نحاولوا نركزوا عندهم معناتها القواعد هذيك باش يستانس بشويه بشويه الصغير معناتها على الصيام من الاول مثلا هو توا الصغير والمراهق شنو هي العلاقه بيناتهم اللي هما البيريود هذيك هي بيريود نتاع تكوين الجسم نتاعهم معناتها هما وقتها في اوج النمو نتاعهم معناتها كيف يجي الصغير ما نجموش نصوموه نهار كامل معناتها قاوموه كيما احنا ويتسحر الصباح ويقعد يستنى للمغرب نو هذيك بالحق حاجه غلطه برشا يلزمنا اش نعملوا الصغير يفطر الصباح فطور العادي فطور الصباح اكيليبغي متنوع فيه كل شيء من غليل حليب قديمه خبز فهمت خاطر ديما يلزم فما اي الغله والخضره باش تعطي للصغير الفيتامينات فهمت فوالا باش الصغير يبدا هذا نحكيو في فطور الصباح في فطور الصباح نجمو نعملوا التغنونس ان جور سور دو ياخذ العظمه مثلا فهمت خاطر هو في وقت البنيان نتاعو معناتها يلزم الماكله نتاعو تكون فيها اللي نعرفوهم ثلاثه مكونات لي ماكرو زيليمون اللي هما لي بروتيين الزلاليات والدهنيات والسكريات يكونوا هذوما موجودين في الوجبه نتاعهم كان جينا عملنا تصويره تطلقها كلها سكريات والزلاليات هكا الصغير ياخذ فطور الصباح هذاك ونقولوا له وليدي انت توا متاعي براسي هاك باش تصوم احنا تسحرنا في الفجر انت باش تسحر توا تفطرك الصباح ويمشي للمكتب ومن بعد يروح دونك يفطر سامحني باش نقص عليك فما مشكله في المكاتب زاده لو قات في رمضان ما هو السوايع تنقص دونك ما عادش يلقى وقت باش ياكلوا فوالا فما شكون ما يروح جمله نص منها احنا بطبيعتنا من اصل الدنيا رانا نقولوا نحبوا ان نحيوا اللمجه الصباحيه على خاطر راهي اللمجه الصباحيه كان من الام كان من الصغير راهو يعملوا عليها وينساو فطور الصباح اللي هو سي لا باز نتاع لا جورني الكل يلزم الصغير ياخذ فطور الصباح نتاعو هذاك ايكيليبغي متوازن الا كان هو معناتها ما ياخوش اوتوماتيكمون باش يمشي ياخذ اللمجه وما نحكيوش عاد على اللمجه كيفاش تكون هذيك نجمو نعملوا لها حلقه معناتها ديما عليها من البرشا ديما نحكيو عليها اليوم نحكيو عليها اللمجه الصحيه واللمجه المتواجده التوا معناها التوا هاني مازلت نقرا ونقري والكل ونهز معايا عندي بانيك صغار حتى نخدم نهز ديما ماكلتي مدى مالغري نخدم ولات لك عاده من امك اي مالغري نخدم في غيست امي ساعات ما طيبش تقول لي اخي تخدم في سبيطار ما عندكم الماكله في غيستورون استنست نهز حاجه الدار معايا الله غالب حاجه صحيه وعرفتها كيفاش فوالا دونك هكاك الصغير يبدا بشويه بشويه يستانس وفي نفس الوقت نوفروا له معناتها حاجياته وحاجه باهيه برشا برشا انه رمضان نستغلوه باش ننظموا خاطر احنا صغارنا وخاصه مراهقينا عندهم ياسر اكل لي فاست فود واكل لي بيتزا واكل مقلوب وتحريشه العشره وما يفطرش الصباح وما كيفاش تخلي ايمان كل مدام تعاون باش يقنعهم هذايا هو مهم حتى للحاجات الاخرين باش يعرف روحه اورينتي فما ريتميسيتي في النهار كل حاجه عندها بدايه وعندها نهايه هذاك يتنظم حتى في لاتونسيون تاعو في قرايته يبدا يعرف انه كي المعلمه تقري راهو منتبه مانيش نسمع في صاحبي يعني كل حاجه عندها وقت عندها الوقت نتاعها تعلم الحدود يعني هو راهو تنجم تستعمله وتوظفه لبرشا حاجات اخرين كيفاش تقنعوا على انت ولاج انت والعمر
المراهقين هما يحبوا معناتها هكا يوريو رواحهم الاستقلاليه والنيتريسيونيستره نعملوا معناتها ليزي الحصص التوعويه خدمتنا ديجا في لي سي اس بي نتاعنا ولا كل وحده في ولا في السبيطارات والكل ولا حتى في القطاع الخاص وزيد نخرجوا للروضات وللمدارس ونوعيوك الصغار وبالعكس نقولوا لهم هيا تراه مثلا وريني شنو اللي مشتك اليوم شو اللي جبت باش نشوفوا ولا هذيا لمجه صحيه صحيه ولا اون في ليدوكاسيون اليمونتير لا هذه عجبتني انا في روضه ولادي نهار كي نهز خضره والله يصفقوا عليهم كل احسن ولات تجيني وتقول لي ماما نحب انا احسن يدخلوها ميم ليدوكاسيون اليمونتير بيان سور لازم لازم تكون يقول لك ما تجيبش حاجه حاجه معلبه احنا بيدنا معناتها اوني كونفونسيوني بارفوا مع والله سامحني بالله بالمناسبه ايمان ريت اللي نبني فيه انا وتبني فيه معايا مديره الروضه تعرف شنو يهدوا لي كنقول لا 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 والله ببلستي تغني وشيخ وعامله روحها وما يهمنيش هنا لي غران بارون لا زميلتها اللي معاه ماما اعطيني حاجه كيما كيما تحلاه الوقت قاعد يجري سامحني ايمان مش كملت واللوريات ما تمشيش ما نعرفش ان شاء الله مره اخرى محلو كلامك تحب تختم بحاجه يا عايشك يا عايشه المفيد احنا النصيحه العامه راهو انه صغارنا معناتها نسنسوهم بشويه بشويه ونحاولوا نربحوا خاطر راهو رمضان بالحق سواء للصغير ولا للكبير راهو شهر باش يرتاح فيه البدن مش احنا نتعبوه بالشهاوي وبالجري معناتها ورا الكوشه ورا هذه ورا كذا دونك يلزمنا احنا معناتها يكون الغذاء نتاعنا متوازن باش نخرجوا من رمضان في صحه جيده. نسرين شحضرت لنا اليوم قلت لنا برشا حكايات اليوم والله برشا قبل ما نجي لمهازل ما سالش حبيت نحكي على المواطن التونسي بصفه عامه كيفاش يولي في رمضان وتعرف حاجه نسرين وسع بالكم ومهارات انا وسع بالك وهي رد بالك وسع بالك بربي يا مواطن تونسي بالحق راهو ستريس يبدا من الصباح تو الصباح هو سي قال شنو قهوته ما عملهاش ولا عمل سيجارو مازال بكري عشان خان فطر 8 دي ماتان تلقاه صاي على اعصابه وقعدت باق الشربه نتاع المغرب تلقاها كلها تجري في كاسات بس على ماضي 3-4 تلقى العركه على الكوشه عليه البارح صف يرعب صف هي هكا دمها بارد تو انا نزرب باش نخلطوا في الوقت وهي قالت لي هكا ولا هكا باش نخلطوا في الوقت نخلطوا في وقت معين راهو دوك انت على اعصابك علاش حشيشه رمضان حشيشه يا اخي عامل علينا مزيه قلت له صايمه اللي باش يقول لي ربي صايم خليني سيبني بدون بركه تحكي لي ما هي احنا غدوا على فكره عندنا باش ناخذوا الموضوع بالقدا بالقدا حشيشه رمضان بربي يا اخي ما تصومش كانك باش وليت على اعصابك فيديو اسمع يا اخي كمل كمل ولا كهو في الليل يبداو يجريوا اذن المغرب يبداو يجريوا كتخضر هذاك اسمه سباق الشربه الواي هاو كي سنديك العشاء ما ياكلولك حد من كان الاسرع ما ياكلولك حد انا باش نهديك ريت على حشيشه رمضان باش نهديكم الكل فيديو وباش نرجعوا نختموا حلقتنا باش نسمحوا نسمعوا نصيحتنا هي رد بالك اليوم ناخذوا الفيديو كان حاضر حكيم ولا حكيم توب الفيديو نتاع حشيشه رمضان هذيك هاي يا ترتيب بالله حط الزبده لا الزبده شفت الزبده ها هاي كم عبيه بالزبده العادك رجعت هالزبده رجع عايز تجيلي رجع رجع عاود البن بالزبده يا عشك بالزبده لو هذا باش هاوك فيه الزبده راق الزبده يا عشك رجع يا عشك سجلني نحب البن بالزبده بالزبده كان حط لك زبده بلاش البن مش خير ماذا بيا بربي والله هاي الزبده شفت الزبده باهياش الزبده هذه باهيه باهي يا ترتيب وهذه باهياش باهي استنى صح استنى 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 استنى, استنى. هاو البن كله ماء ابرد والله توا سيدي رمضان وصايم وتحبني انا نغش توا عباد ربي هذيا البن مغشوش هذا مغشوش قدامك هذا البن مغشوش قدامك عباد ربي هذا مغشوش توا هذا البن مغشوش هذا مغشوش عباد ربي هذا مغشوش توا هذا مغشوش هذا مغشوش وهذا مغشوش تو مغشوش البن هذاك تو البن هذايا اللي النوطه مغشوش تو هذا يا عباد ربي البن مغشوش هذا البن مغشوش
هذه هي هاو البن ذكرتوها ذكرتوها هاو البن هاو الراي نحب البن لا ما نحبش البن نحب حلوه هي هذيك ذكرنا في ايامات حلوه احنا بتنعودوا ان شاء الله في كل حلقه باش نعملوا شويه كنرجعوا رمضانيات قديمه تحبها التوانسه حلوه على قاعده نوستالجي قاعده ذكريات حلوه مزيانه به نحب نشكر برشا ايمان الغول اخصائي التغذيه صحة يمين محليها مداخلتك قعدتكم مش نعودوها ان شاء الله ما زالت منيا بسرور نسرين بالي اليوم نسرين بالي منيا بسرور اخصائي التغذية يعيشك عافية نسرين وسع بالك اليوم قلت لكم وسعوا بالكم وزيوا من حشيشة رمضان وعطيناكم حاجة تضحك وعملنا جو به ما هب علي رد بالك شنو اليوم نقول كلمة واحدة انا خاطر نعرف الوقت زربنا نقول لهم نقصوا من اللهفة ما نشريوش برشا دي كونتيتي نشريو في غير مزوغ عندنا الوقت توا موجود الراجل مادام كان ما يعمل حتى شيء يمشي هو يقضي ميسيرش والمراه تقعد في الدار نبدلوا شويه لي تاش كما قالت الراجل زاد نجم يدخل كوجينا على خاطر راهو الكونتيتي الكبيره كي نشريوها راهي ما تقعدش راهي الدنيا ماشيه وتسخن دونك في الاخر باش تتلوح الكلها دونك زيد رد وحده وحده وردوا بالكم فوالا كلامنا حتى صرت بلانكيت اليوم اليوم صرت بلانكيت المشكله كان جيت على الخبزه كها وتتعدى امانه شفت لي ماغازان مشيت باش نشري ما مشيتش انا في الاخر دابوزا شامبوان فهمت كي ريت قدام المغازان سلمت شنو والحليب كلها صف صف كلها وشكاير وكل زيت والله انا تعرفوا البارح طيبت عشاء كامل بشنو ما قضيتش طيبت عشاء عندي فتره اللي فاتت كلها نخزن حويجة نحطها هكا ونحطها هكا البارح عملت منو كامل من الحاجات اللي خبيتهم الفايده تعرف كيف تخزنها قلت خلي اون ديجاج شويه هالزحمه شيت كونجيلاسيون نحطوا ماذا بينا زاد هذه ما زمناش نتعداو عليها كيف يقعد لنا اي حاجه ماذا بينا نخبيوها في حاجه بالله وصغيراتنا اللي من غدوه باش يفطروا ملي نطيب كمال طفيت طول نحي ونحط له يبرد فاكل بالنار هذاك وندخله للفريجيدير باش يقعد غدوه معناتها البلاستيك بلاستيك ليه ما نحطوش انا استنيتك اليوم باش تحكي على البلار يعني قدام ولا اي قلت لها حط لنا علي جبتها معايا قلت لها حط لنا في البلار وسايب علينا هيك تتسكر هي حط لنا في البلار خاطر البلار ولا تتقلب ها ما يصير لها حتى شيء ما يخرج ما يتبزعش ما يصير لها حتى شيء وفي البلار ونرجعوا للبلار وحتى كان نرميه لكم توا ما يصير لها حتى شيء وما قلتش يعطيك الصحه يعطيك الصحه ربي يعطيك الصحه شوف منال شوف منال يلا من اليوم محلاه خفيف نظيف ساهل ماهل باهي انا زاد قعدت لي باقيت من البارح يا اخي مبسها ما حبيتش لوحة في اخر وقت خصيتها وعملت زعما بيتزا باش نقعد نقعد صوص بيتزا حاضره عندك من عند تقول لي صوص بيتزا تقول لي حاضره حطيت فوقها جبن لي زانغريديون تاع البيتزا الكل فكا لي ترونش تاع الخبز وجمرتهم في الكوشه وخرجت ولي بيتزا رابيد وفاشن المنيو الكل جوست قول لنا شنو خاطر البقا دي الطريقه الكل نلقاها على صفحه البرنامج سلايطه سلاد نيسواز اللي فيها كل شيء قلت لكم ديجا قبيله عليها وعملت الكيك سالي اللي بجامبون وجبن باش نهزوا منه غدوه الفطور وخميره سمارت شيف رجعتك الخميره نتاع سمارت شيف باش تنفج لنا وعملنا دويده اونتري حاجه جيريه كالعاده في رمضان يلزمنا ونتعدى الديسير يعطيك الصحة الديسير شفنا المكونات الديسير ما نحكيكمش على ريحة في خشمي دا وختني خلينا نكمل يا هند شو عملت لنا؟ الوغ هذا سي خبزة خبزة فاكهة ديما زمنية محلاها شوف ماهيش ماهيش مشحرة هذيك اللي حبيت نأكد عليه هي ماهيش مشحرة أما كان الكاميرات نجم تورينا حتى واضحة نشوفوا فيه مش عليها مشحرة جوست بالسكر اللي فيها معناتها احنا نحبوا نقصوا من كمية السكر كل ما تلقاو اون غوسيت نقصوا في السكر جوستومون حتى لا موتي راهو ما يقلقش تري بيان يعطيك الصحة هند ترجع لنا في رمضان بحذانا ان شاء الله محلاها قاعدة معنا محلاها قاعدة اليوم هذه حلقة خاصة فاميليا حلقة سميناها سميناها فاميلتي نشكر نو كرونيك كرونيكور وهذا نسرين بالي وما يهب علي باش تشوفوهم معنا في حلقة خاصة كل خميس ان شاء الله باش نحكيو على صغيراتنا مشاهدينا الكرام كما حبيتونا وتابعونا
تبعتونا ان شاء الله ديما نحضروكم الافضل والاحسن باذن الله. فقط تلقاوه على برنامج في برنامجكم النهارنا هكا على قناه الزيتونه الفضائيه تجمعنا اكيد عفيفه بوكيل جويده. نقول لكم في امان، تقابلوا غدوه مع زميلي فادي حمزه. ونشكر برشا اسماء الورتاني اليوم، يعطيك الصحه يا اسماء، في امان الله. صح.